هذا الموضوع التونسي والرادار اللي عنده مشكلة صارت له مع الرادار وإلا مش يخلص القاروح عنده إشكال يطلبنا ويحكي معنا في الموضوع هذا يا سينا. وباش نحكيه على مسابقة الوطنية للحام والتركيب المعدني المنعقدة توا في مدنين واللي بدأت من نهار 22 جوان من تنظيم الوكالة الفرنسية للتنمية. واليوم 25 جوان هو اليوم النهائي وتقديم الجوائز للمشاركين. تفاصيل المسابقة هذه مع سي خالد بن يحيى المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني. صباح النور. صباح الخير مدام. صباح الفل سي خالد. نهارك زين، نهارك مبروك. سمحنا عديناك في الوقت هذية، تعرف الساعة الأولى كلها هي كلمة السيد رئيس الحكومة سي إلياس الفخفاخ، دونك بدينا البرنامج بتاعنا في الساعة الثانية. واضح. يا سيدي تفضل. دونك المسابقة الوطنية للحام والتركيب المعدني المنعقدة بديت توا في مدنين واللي من نهار 22 جوان هي بديت اليوم، دونك تسليم الجوائز هكا. خليك في بلاصة، صوتك متقطع. صوتي متقطع. اي خليك في الريزو. مفهوم. اي تفضل. اي الجولمبياد نتاع التكوين المهني يصيروا كل عامين. اي يسموه الورد سكيلز. الاولمبياد مهمه جدا والبلدان كلها تشارك فيها، شبيهه جدا بالاولمبياد نتاع السبور، لكن الاولمبياد معموله بمهن في التكوين المهني. تصفت على هذه الاولمبياد عندها 10 سنين توا ما شاركتش. كنا في شانغهاي. الكاليتي تاع الصوت جمله مانيش نسمعوا فيك بالكل. نقل شويه. اي خاطر يلزم الكلام يكون واضح باش نبدل البلاصه كومبليتمون باش هكاك المستمع كي يسمع ياخذ فكره بالكدا ويفهم الموضوع ويسمعنا مليح. تراه جربي. مفهوم هكا. هكا مفهوم. تفضل. اي. خلق العاده. قلت لك تونس خسرت 10 سنين على الاولمبياد هذيا الورد سكيلز. السنه نحضروا في شانغهاي 2021. اوكي. العام الجاي باش نرجعوا نشاركوا، باش نشاركوا بزوج مهن اللي نحن ارتئينا اللي عنا فيهم نقولوا اللي هما اللحام والبناء المعدني. فالشوا نتاع ممثلي تونس في الاولمبياد هذه هو اللي صار في المسابقه. معناتها ما عملتش مسابقه جوست التقاء نتاع بعض المراكز التكوين المهني، المسابقه من ذاك بكثير. قاعدين نختاروا في زوج باش يمثلوا تونس في الاولمبياد في شانغهاي 2021 في زوج مهن هذوما اللي هما اللحام والتركيب المعدني. وعلاش مشينا في الجوميتي هذوما؟ هذوما الحق الجوميتي ناجحين بهم في تونس. مطلوبين برشا لبرا المهن، اللحام لبرا معناتها يخدم مليح، هو التكوين المهني بصفه عامه. أنا الأولياء اللي صغير وما نجحش وما معناتها حاولوا طرق عديدة أنه باش يكمل قرايته وما فماش معناتها إمكانية أنه يكمل، راهو باهي برشا كيلتحق بالتكوين المهني، راهي فيها مستقبله معناه. اي اون ديفينيتيف مدام، اون ديفينيتيف هذوما لي دو ميتي هذوما، وفما ما اقلش من 150 اختصاص في مستقبل، ومستقبل واعد جدا في التكوين المهني. هذوما بالذات اخترناهم خاطر متالقين بهم على نيفو انترناسيونال، حابين نمثلوا تونس باللي دو ميتي هذوما عام جاي في شانغهاي 2021 ان شاء الله. نستغل مدام الانترفونسيون تاعي لو تسمح. تفضل. بالنسبه لكل الاولياء والشباب اللي يهتموا بالتكوين المهني باختصاص التكوين المهني ومبارك التكوين المهني، راهو باب الترشح لخريف 2020 راهو تحل على منصة جول www.atfp.tn. عاودوا سامحني. www.atfp.tn. وغادي يدخلوا على التسجيل عن بعد ويصبوا لنا لي دوني نتاعهم الكل. دونك نعاود لكم www.atfp.tn. بالضبط. يلا. ونجم يلتحقوا باقرب مركز تكوين موجود في الجهه باش يستفسروا على الاختصاصات وعلى المؤهلات وما الى ذلك الكل. عندنا دي كونسي دورينتاسيون على ذمتهم باش يفسروا لهم اش موجود في مركز تكوين شنو الاختصاصات وما الى ذلك. اوكي يعطيك الصحه. اليوم كيفاش باش تكون اليوم النهائي وتقديم الجوائز؟ الحق توا كلمتي اون بلان ريميز دو بري. سي بيان. بداو دينك على الطاير. دون كيلكو سكوند نشوفوا شكون باش يمثل تونس في شانغهاي 2021. ان شاء الله موافقين يا سيدي. ان شاء الله نهارك زين. ما نخليوك ليه دونك.